دعم التنظيمات الإرهابية من قبل إيران أو أذرعها، سواء المباشرة مثل الحرس الثوري أو حزب الله في لبنان أو حزب الله العراق. هي لم تتوقف ولن تتوقف، رأيناها في البحرين ورأيناها في الكويت ورأيناها في المملكة العربية السعودية. برأيك كيف يمكن مواجهة هذا التحدي الأمني سيد عبدالله الجنيد؟ أولا إيران تسوق كل دعمها تحت مظلة المظلومية الشيعية تاريخيا. احنا بالنسبة لنا في حالة الاستسلام إلى تمييز من هم إرهابيين ويعملون تحت هذه المظلة، على ما أعتقد احنا نعطيهم المسوق للاستمرار. يجب التعامل مع من يخرق الأمن ويهدد الأمن كأي إرهابي، ويجب الضرب بيد من حديد على كل من استكمل كل الإجراءات التغاضي القانونية. والسعودية على ما أعتقد ضربت لنا أكبر مثل في التعاطي مع الإرهاب كجريمة. يجب عدم التعامل أو التعاطي مع الإرهاب كقضية سياسية أو يمكن أن تحتمي تحت مظلة سياسية. يعني الكشف عن هذا المخطط الإيراني ودعمها أيضا لهذه الخلايا النائمة في البحرين، برأيك سيد عبد الله الجنيد كيف يمكن توجيه رسالة الآن خصوصا مع ما قامت بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وأيضا تخفيض التمثيل الدبلوماسي في دولة الإمارات، وأيضا طرد السفير في أكثر من دولة عربية وإسلامية؟ على ما أعتقد جمهورية إيران الإسلامية أوقعت حلفائها قبل أن توقع نفسها في مأزق من خلال الاعتداء على حرمة القنصلية التابع في مشهد والسفارة السعودية في طهران. ووجدنا أنه أول تصريح خرج من الإدارة الأمريكية على لسان الناطق باسم الخارجية الأمريكية كارني، قال هذا شأن خاص لن نتدخل فيه. بالنسبة حق الدول العالم هي تسعى في مساعي حميدة لإيراء بالصاد، ولكن على ما أعتقد الإدارة الأمريكية تعرف تماما الآن أن التعامل من قبل دول الخليج تحديدا في التعاطي مع التهديد الأمني أو الأمن القومي الخليجي بكل أدوات إيران سواء المباشرة أو غير المباشرة من خلال التنظيمات الإرهابية التي ترعاها إيران. الآن العزلة السياسية الإيرانية على ما أعتقد واضحة، ووجدنا يعني قبل يمكن أقل من أسبوعين رغبة الصين في التدخل بشكل مباشر باستضافة حتى المعارضة في سوريا. الآن إيران لم تضع إصبعها أو أحد أصابعها في أي ملف عربي إلا وكان الدمار هو النتيجة. استرخاص الدم العربي يجب أن يواجه بحزم أكبر، وهذه اللغة الوحيدة التي ستفهمها إيران. هناك من يقول سيد الجنيد بأن الوقت غير مناسب الآن لإيران لتفجير الأوضاع في المنطقة، نظرا أيضا لاقتراب الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة عليها دوليا هذا العام، منتصف هذا العام. كيف تفسر هذا الاستمرار في هذا السلوك الإيراني بالتدخل في شؤون الدول الخليجية والعربية؟ إيران عندها مشروع قومي يقوم على، وأنا آسف يعني أن أقول، يقوم أساسا على مبدأ القومية الطائفية. إيران بالنسبة لها تجد أن الظروف مواتية لاستقلالها بكل السبل الممكنة، خصوصا مع تداعيات الربيع العربي. نحن نجد أنه الفراغ السياسي في المربع أو الربع العلوي للعالم العربي، احنا نتكلم من يعني الهلال الخصيب إلى ليبيا، والحمد لله استردينا الاستقرار في مصر والاستقرار في تونس. فبالنسبة لإيران هذه المناخ هو المطلوب
التوسع للدفاع عن عمقها الاستراتيجي من خلال أراضي الغير.